السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رب العالمين بنستكمل مع بعض الجزء الخاص بالنون يونيفورم فلو، والنهاردة بنتكلم على الجرادولي فاريد فلو. زي ما اتكلمنا مرة فاتت إن النون يونيفورم فلو هو التغير اللي بيحصل في المجرى المائي نتيجة تغير العمق، السرعة، التصرف بالنسبة لللينس، يعني دلتا واي على دلتا ال نوت إيكوال زيرو، في حين إن اليونيفورم كان دلتا واي على دلتا ال كانت إيكوال زيرو. ما اتكلمنا عن النون يونيفورم في المحاضرة السابقة، اتكلمنا عن الرابيد فاليد فيرو، واتكلمنا عن اشهر مثال ليها اللي هو المفروض الجزء بتاع الهيدروليك جمب. نفس الكلام النهارده بنستكمل مع بعض النون يونيفورم فلو، بس بنتكلم المره دي على الجرادوال فيد فلو. وباختصار الجرادوال فيد فلو ده بيحصل خلال مسافه طويله بيحصل فيها التغير في الواي ديبس، الووتر ديبس بتبدأ تتغير خلال مسافة طويلة، يعني دلتا واي على دلتا ال لا تساوي الصفر، لكن هي نفسها بتحصل خلال مسافة طويلة. ده بينتج نتيجة حصل تغير في الشيب، في السايز بتاع كروس سكشن، حصل حصل تغير في الاسلوب. طبعا لما الاسلوب بتاع القاع يتغير اكيد الفلو اللي ماشي هيحصل ان هي تتأثر بتغير الاسلوب. بيحصل نتيجة، على فكرة برضو، لو حطيت ماتيريال معينة غيرت الماتيريال بمعنى صح، مثلا كنت ماشي بترع عادي وجيت عملت تبطين، فالجزء بتاع التبطين ده هيغير شوية في السرعات، هيغير في الايه في الاعماق. كذلك وجود اي عائق زي هالدار، طبعا بقى يعني هنعرف دلوقتي امتى يحصل النون يونيفورم فلو رابيد اور جرادولي في وجود منشأ، يعني امتى يحصل الاثنين، يحصلوا ازاي مع بعض. كذلك زي ما احنا شايفين كده قدامنا ان احنا مثلا جينا عملنا هالدار في المنطقة دي، لو انت عامل هالدار فانت كنت اساسا ماشي بيونيفورم فلو، لما جيت تقرب للهدار بدا الميه تحس بالايه بالهدار، لان انت واحد تخيل كده ميه جايه مندفعه هتقابل حاجه واقفه قدامها، فبيحصل ان الميه جزء منها بيرتد. تمام، طبعا الرده دي انت ما بتشوفهاش، بس نتيجه ان الفلو ده ماشي على طول او يعني حركه مستمره، فبيحصل ان في ارتفاع في المنطقه دي اللي هو مكتوب عليها الجرادوال فيد فلو، الميه هنا بترتفع لحظيا كده. تمام، ونتيجة ان المية هتيجي تنزل، طبعا نتيجة ان هتاخد انحناء الهضار وهتاخد السرعة بتاعة المية دي او كمية المية دي هتيجي تنزل، خير كمية الفلو دي كلها بتعدي من جزء ده برضه، فبيحصل في المنطقة دي رابيد فاليد فلو، المية بتجري في المنطقة دي، بيحصل سريان شوتينج. تمام، نتيجة وليكن ان ده الواي كريتيكال هو مثلا في المنطقة دي كده اهو، فالمية ما بتنزل تحت الواي كريتيكال وعايزة ترجع لأصلها تاني لازم تتنقل عن طريق هيدروليك جامب. فهناخد قاعده كده مختصره شويه كده بتقول ايه، بتقول ان الهيدروليك جامب دي بتحصل بعد المنشات في الميل المايلد، بتحصل قبل المنشات في الميل الستيب، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل في الايه في الشغل الجاي. بس قبل ما نتكلم على الشغل دوت هنفكرك بس زي ما عملنا في الرابيد فيد فلو واستنتجنا المعادلات اللي بتحكم اللي هي كونجيكيتد ديبس، وقلنا كونجيكيتد ديبس دول اللي بيحصلوا عند سيم سبيسيفيك فورس. تمام، هنتكلم بس على الاسامبشن الاول اللي في الجرادوال فيد فلو، ومش هنخوض في الاثبات لانه هو اثبات طويل نسبيا وانت حاليا مش يعني مش هتبقى مطالب بيه. فهنخوض في الاثبات، بنقول ان الاسامبشن بتاعته كان كالاتي. اول حاجه والاثباتات دي الاسامبشن دي لازم تبقى اوير بيها، ان بيقول لك ان الشانل هذا كونستنت سيكشن اند الاينمنت، ان القطاع ثابت ومنتظم. تمام، او تخطيطه ثابت، يعني القطاع يعني يعتبر ايه قطاع منتظم. تمام، يعني ما بيحصلش فيه تغيير رغم انك بتدرس تغيير. تمام، لكن دي الافتراضات اللي اتبنت عليها الاثبات. قال لك ان البيد سمول، البيد سلوب از سمول، نفس الكلام ان البيد سلوب يعني يعتبر خفيف انت ما تحسش بيه، بتهمل تاثير الايه المركبه الرئيسيه لمين للوزن والكلام ده كله. قال لك ذا فلو از ستيدي اند هينس ذا تشارج از كونستانت، هو ده فرض برضو ان هنا الاسامبشن دي كلها عشان يبدا استنتج الجرادوال فاريد فلو ايكويشنز. قال لك ان هفرض ان الفلو ستيدي، طبعا انت المفروض فاكر ان ستيدي ده اللي هو ايه دلتا واي على دلتا تي ايكوال زيرو. تمام، بالتالي ان التصرف هيكون كونستانت، هيبقى ثابت، مفيش تغير في التصرف لان مفيش تغير في مين في المفروض في الاعماق، يعني الميه اللي ماشيه او الفلو اللي ماشي يعتبر ثابت. قال لك ذا بريشر ديستريبيوشن اوفر ذا شانل سيكشن از هيدروستاتيك، نفس الكلام عشان تعرف تحسب الايه البريشر هيدروستاتيك او تبقى عارف ان توزيع الضغط عموما اخد الشكل الهيدروستاتيك اللي هو المثلثي ده. تمام، وقال لك ان الرفنس كوفيشن
ثابت ما فيش تغير في الرفنس كوفيشن برضو عشان يعني يبدأ يطبق معادلة تشيزي أو معادلة مينينج بطلاقة ما فيهاش مشاكل. حتى هو جاء في النقطة الستة قال لك إيه؟ قال لك إن معادلة تشيزي ومعادلة مينينج ممكن تطبقهم في جرادوي فاليد فلو عشان نقدر نحسب الاسلوب أوف إنرجي لاين. لا ثانية واحدة، هو أنا كنت بستخدم معادلة مينينج وتشيزي عشان أحسب سلوب؟ لا، عشان أحسب تصرف. جميل، طب ايه اللي خلاني ادخل هنا في الستوب؟ هنشوف دلوقتي. هو بيقول لك ان انا اقدر استخدمهم عشان احسب الستوب، هنعرف دلوقتي من الشكل اللي جاي. الشكل اللي جاي ده بيقول لك ايه؟ طبعا كلمه كونسيدر دي كانت بدايه اول كلمه في الاثبات، فبالتالي ما فيش اثبات فهنشيل كلمه الكونسيدر دي. احنا هنا بنتكلم عن قطاع مستطيل عشان نسهل حساباتنا، او قطاع وايد سكشن زي ما هنشوف شويه كده. فالقطاع المستطيل ده بنفترض ان فيه جرادوال فيج فلو هيحصل. يعني ليه قطاع مستطيل؟ لان سيادتك برضو ما بتيجي تبني منشأ على قطاع فهو تقريبا بياخد شكل المستطيل عند المنشأ. يعني حتى لو انت باني مثلا شبه منحرف، عندك قطاع شبه منحرف او عندك اي حاجة وجيت حطيتها الدار، فالقطاع نفسه قبل الدخول على المنشأ بالظبط بيكون مستطيل. لو انت فاكر في رسم الري كنا بنيجي نعمل حيطان في الجنب كده، في المية بتدخل تمشي زي جوه بوكس كده قبل ما تدخل على مين، على الكالفرد، قبل ما تدخل على الهضار، قبل ما تدخل على البوابات، قبل ما تدخل على اي حاجة. فالقطاع المستطيل ده هو ده المنطقة اللي هيبدأ يحصل فيها الايه الجرادوال فيج فلو، طبعا بتأثر خلال مسافة اطول من كده في الايه في الابستريم. طيب تعال نتكلم. انا هفرض ان البيدي سلوب، خد بالك بقى المسميات دي، هفرض ان السلوب اوف ذا بيدي شانل مين اس بي او اس نوت، مش هتفرق يعني اس نوت او اس بي، ده اللي هو البيدي سلوب. على فكره كلمه نوت اللي بنشوفها دي اللي هي الاوريجينال، يعني الواي نوت دي الاوريجينال ديبس، تمام. الاس نوت دي الاوريجينال بيدي سلوب، تمام. طيب هنا انا بقول لك ده جرادوال فيج فلو، هنا ميل سطح الميه بيتغير. هنا مع كل واي في او مع يعني هنا الواي دي غير الواي دي غير الواي دي غير الواي دي، تمام. طيب كون ان الميه بتتغير او الواي بتتغير فميل سطح الميه بيتغير. خد بالك ميل القاع ثابت، ميل سطح الميه هو اللي بيتغير، فهو اطلق على ميل سطح الميه اسم اي. طبعا احنا بنقول هنا ان انرجي لاين بيعتبر منطبق على او بيوازي اللي هو سطح الميه فري سيرفيس، فهو اطلق على الاسلوب بتاع الانرجي لاين اس اي. هي عذرا هي دي هتبقى اس اي، دي اس اي ودي اس نوت، يعني هنوحد المسميات دي. دي البيدي سلوب وده السلوب اوف انرجي لاين او السلوب اوف ووتر سيرفيس، تمام. طبعا الواي هي الووتر ديبس، الفي هي المين فيلوسيتي، الزي هي الاليفيجن طبعا مش هنحتاجه دلوقتي، والديبث تشارج هو اللي ماشي، والبي اللي هو الايه العرض القطاع، تمام. فالمسميات دي كلها هتبدا تدخل معاك معا. طبعا بعد اسبوع طويل كده وصل ان الدلتا واي على الدلتا ال. ايه الدلتا واي على الدلتا ال ده بجراحه كده؟ قال لك ده ريت اوف تشينج ان ووتر ديبس، يعني معدل التغير بتاع مين. هو المفروض ما بيساويش صفر، طبعا لو بيساوي الصفر يبقى الثاني يونيفورم، احنا هنا في نون يونيفورم. فقال لك ان الدلتا واي على الدلتا ال دي بتساوي ايه؟ بتساوي اس نوت ناقص الاي على الواحد ناقص في سكوير على الجي واي. الاس نوت دي خلاص اهي ده البيد سلوب، الاي ده الووتر سيرفيس سلوب. لما انا جيت من شويه في الفروض وقلت لك ان انا هفترض ان انا ممكن اطبق مانج او اطبق تشيزي في حساب الووتر سيرفيس سلوب، فده معناه ان دي معادله مانج اهي الفي واحد على ان ار اس وتين اس اس نص. لا ده انا هشيل اس واحط مين اي، يبقى انا طلعت الاي. مين الاي ده؟ الووتر سيرفيس سلوب. طب لو انت شغال بتشيزي، تشيزي كان بيساوي الفي بيساوي سي جذر الار في الاس، هشيل اس واحط مين اي، يعني هي نفس المعادله. عشان كده بقول لك ان احنا ممكن من ضمن الافتراضات ان يمكن تطبيق معادله مانينج او معادله تشيزي لحساب الووتر سيرفيس سلوب. هشيل الاس اللي هي البيدي سلوب واحط الاي اللي هي ووتر سيرفيس سلوب. فالمعادله اللي هي دلتا واي دلتا ال دي هي اللي بتطلع لي ده طبعا الريكتانجلر سيكشن، ميل القاع ناقص ميل سطح الميه على 1 ناقص في سكوير على الجي واي، هو ده اللي هيطلع لي مين المفروض شكل الكيرف بتاعي او الدلتا واي او ريت اوف تشينج ان ووتر ديبس. طبعا في سكوير على الجي واي عشان انت في قطاع مستطيل، طبعا الفي سكوير كانك بتقول كيو سكوير على الاريا سكوير. طبعا الكيو كابيتال سكوير دي لما تتفك تبقى كيو سكوير سمول في البي سكوير على الاريا، هي اللي هي البي واي البي تربيع واي تربيع دي الاريا. خلي بالك دي كده اهو مع دي كده اهو دي اللي هي الفي سكوير. الفي سكوير دي كانك بتقولي ايه؟ بتقولي كيو سكوير على مين؟ لما وزع على الاي سكوير. طبعا احنا بنتكلم في قطاع مستطيل، فالاي اللي هي في المقام دي اللي هي بي تربيع واي تربيع. طبعا البي تربيع راح من البي تربيع، والاي والليله دي استصفت على كيو سكوير على الجي واي. فقال لك ان انا ممكن اكتب العلاقه دي بالمنظر ده، ان الدلتا واي على الدلتا ال بتساوي اس نوت ناقص الاي على 1 ناقص كيو سكوير على الجي واي تكيب، لو انت عندك الكيو بشرطا، تمام. طيب قال لك لو انت استخدمت تشيزي
طبعا احنا قلنا اهو لو انت جيت هنا في المنطقه دي هنا اهوت، جيت تجيب الاي كانك بتقول ان الاي بتساوي ايه، بتساوي في سكوير. خلينا في دي اسهل، هنا لو انت ربعت الليله دي كان الاي بتساوي ايه، في سكوير على سي سكوير ار، كانك هنا بتقول ايه، في سكوير ان سكوير على ار اس 4 3. انت لو ربعت الليله دي، لو ربعت قانون مانينج ده تمام عشان تطلع الاي، هتلاقي ان الاي بتساوي في سكوير ان سكوير على ار اس 4 3 اللي هي دي اهي. يبقى هو شال العلاقه اللي فوق تمام، مره طبق مانينج ومره طبق تشيزي، كل حكايه انه شال البسط، شال الاي وحط الايكويفالنت بتاعها بمين، بالاستيميشن بتاع تشيزي اور استيميشن بتاع مانينج. بالنسبه للواي سيكشن دي بس هنا في حته زياده، خلي بالك ريكتانجل سيكشن قلنا ان كيو سمول بتساوي ايه، الكيو كابيتال على البي، اللي هي الكيو سمول اهي اللي هي اليونت ستشارج بتساوي الكيو على مين، على البي. طيب وان الاريا بتاعت المستطيل بتساوي البي في الواي عادي، وان الار كانت بتساوي الاريا على الويتد بيرمتر اللي هي الاي اللي هي البي في الواي على البي ده 2 واي. لكن لما نيجي نتكلم على واي سيكشن، الواي سيكشن ده عباره عن مستطيل عريض قوي، او مع صح زي قطاع زي نهر النيل. نهر النيل ده بنقول عليه قطاع واي سيكشن، يعني بتقريبا بيهمل الفيرتيكال سايد مقارنه بالبيد ويدث. بيبقى القطاع ده عامل كده اهو بالمنظر ده كده اهو، وماشي ماشي 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 بالمنظر ده كده، ده كده بنقول عليه واي سيكشن. ففي الواي سيكشن على طول التوب ويدث هو ممكن يقول والله ان التوب ويدث ده بيكافئ مين، بيكافئ البي، في نفس الوقت بتكافئ مين، بتكافئ البي. وبنقول ان الار بتساوي واي، يعني في الواي سيكشن دايما بنقول ان الار بتساوي واي، ده حاجه استيميشن تانية. دي المعادلات اللي احنا استنتجناها من شويه او اللي هي المفروض كانت في الفتره في اللي فاتت. وزي ما انت تشوف هنا عمال بيطلع الفي مره بتشيزي وعمال بيصفصف فيها خالص لحد ما وصلها لكيو سكوير على سي تربيع واي تكعيب، وقام كتب المعادلات بصوره تانية. انا السلايد دي مش عايز منك اكتر من انك تبقى عارف ان الار بتساوي واي في الواي سيكشن، لان هي هتفرق في ايه، في الحلول. ووصل للمعادله اللي بيحل منها الدلتا واي على الدلتا ال بتساوي اس نوت 1 ناقص الواي نوت على الواي كل تكعيب على 1 ناقص الواي كريتيكال على الواي كل ايه تكعيب. طيب ما تنساش ان الواي كريتيكال في الواي سيكشن هي هي في الريكتانجل اللي هي الجذر التكعيبي للكيو سكوير على الجي. احنا هنا في كام سلايد انا عملت لهم هيد كده عشان هم انت خلاص ما انتش هتستفاد بيهم، مش هناخد في الاثبات. فهنبدا نركز من اول السلايد دي كده اهوت بجانب الايه الاسامشن اللي قلناها. قال لك الدلتا واي على الدلتا ال دي لو اكبر من الصفر، لو قيمه بتاعه الدلتا واي على الدلتا ال طلعت اكبر من الصفر، يبقى انت بتتكلم على ريزنج كيرف، كيرف بيرتفع. ما انت الدلتا واي على الدلتا ال اكبر من الصفر، معنى كده ان العمق عمال بيزيد، ارتفاع المية عمال بيزيد طبعا in the direction of flow. لو قالك ان الدلتا واي على الدلتا ال اقل من صفر، يبقى انت بتتكلم في falling curve، كيرف عمال ايه بينقص، الووتر ديبس عمال decreasing بينقص عمال بيقل، فبالتالي بيحصل falling curve بالمنظر ده تمام. طيب لو قالك ان الدلتا واي على الدلتا ال equal zero، انت بتتكلم في uniform flow، ده رقم واحد خدناها في اول شريحة في الايه في open channel flow. طيب لو الدلتا واي على الدلتا ال وانت بتساويها طلعت قيمه، القيمه دي تكافئ الاس نوت اللي هو البيدي سلوب، معنى كده ان بيحصل تغير في في اللي فين في سطح الميه، بس التغير ده بيكافئ مين، بيكافئ الاس نوت، بيكافئ البيدي سلوب. بالتالي هتلاقي ان سطح الميه هيحصل ان هو يبقى هوريزونتال، فبالتالي ووتر سيرفيس هوريزونتال لما يكون الدلتا واي على الدلتا ال ايكوال مين، ايكوال الاس نوت اللي هو قلنا البيدي سلوب. فاكرين طبعا الشكل دوت، الشكل دوت كنت بفكرك بيه اهوت، بس هنزود عليه معلومه زياده. لما قلنا ان الواي كريتيكال هو الخط منقط، الواي نوت هي العمق اللي فوق دوت، وطبعا ده البيد 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 عموما او البيد سلوب. فلما قلنا ان الواي كريتيكال بيساوي الواي نوت، يبقى انت بتتكلم في كريتيكال كونديشن، وبتبقى الواي نوت بيساوي الواي كريتيكال، الفي نوت بيساوي الفي كريتيكال، وفرود نمبر بيساوي 1، والاس نوت بيساوي سيجما. لما جينا نتكلم على السب كريتيكال، بنتكلم في ان السب كريتيكال بنقول ايه، ان الواي كريتيكال الواي نوت اكبر من الواي كريتيكال، والفي نوت اقل من الفي كريتيكال، وفرود نمبر اقل من واحد. احنا بنتكلم في سرعان سب كريتيكال، اس نوت اقل من سيجما. على العكس سوبر كريتيكال، في السوبر كريتيكال الواي كريتيكال اقل سوري الواي كريتيكال اعلى من الواي نوت، الميه جايه لي بعمق قليل قوي، جايه مندفع قوي، والواي كريتيكال اعلى منها، يبقى الواي نوت اقل من الواي كريتيكال، والفي نوت اكبر من الفي كريتيكال، والفرود نمبر اكبر من واحد عشان سوبر كريتيكال. طيب هنزود هنا ايه بقى، لما يكون الاس نوت اقل من سيجما، احنا قلنا ان السيجما دي اللي هي السيجما دي اللي بنقول عليها ايه الكريتيكال سلوب. لو الميل اقل من الميل الحرج بنقول ان ده ميل مايلد، مايلد سلوب. مايلد سلوب يبقى الميه اعلى من الواي كريتيكال على طول،
عشان تبدا، هي دي اللي هتبقى اساس الرسم واساس الاستيميشنز اللي جايه كلها. لو قلنا ان الاس نوت اكبر من السيجما، يعني ميل المجرى المائي اعلى من الميل الحركة في السريان، ده بنقول عليه او الميل ده بنقول عليه ستيب سلوب. طبعا السريان بيبقى سريان فوق الحركة، تمام. الاس نوت اكبر من السيجما، بالتالي انت بتتكلم في ستيب سلوب. اس نوت اكبر من السيجما، انت بتتكلم في ستيب سلوب، يبقى الميه اقل من الواي كريتيكال. لو الاس نوت بتساوي السيجما خلاص يبقى ده كريتيكال سلوب، عرفناها. يبقى الواي نوت بيساوي مين؟ الواي كريتيكال، تمام. طيب لو الاس نوت تساوي صفر، لو الميل بتاع القاع يساوي صفر، يبقى انت بتتكلم في هوريزونتال مين؟ سلوب. يبقى تعالى واحده واحده، انا بس زودنا هنا ايه المايلد سلوب، ايه الميل المسطح او الميل الخفيف، ايه اللي السيب سلوب اللي هو الميل الحاد، بيبقى فيه ان الاس نوت ان الميل بتاع القاع ده اقل من السيجما، سوري اكبر من السيجما، اعلى من الميل الحرج اللي بيحصل فيه في الكريتيكال كونديشن. فبنيجي نتكلم، ده طبعا ده كلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا فيه. بنيجي نتكلم بقى لو انت عندك ميل مايلد، ميل مايلد، ادي ميل المايل، اول حاجه برسمها الواي كريتيكال اهو. الميل مايلد يبقى النورمال ووتر ديبس او النورمال ديبس اعلى من الكريتيكال ديبس. تعال هنا في الرسمه اللي على اليمين دي، ده ميل مايلد، اول حاجه ميل مايلد، يبقى الاس نوت اقل من سيجما، البيد سلوب اقل من الكريتيكال سلوب، ده البيد اهو، وادي الواي كريتيكال اهي، وادي الواي نوت اهو. يبقى انت كده ماشي هنا في المنطقه دي، كده انت ماشي هنا في مايلد سلوب، الواي اعلى من الواي كريتيكال والاس نوت اقل من الكريتيكال سلوب. طيب حصل ان الميه لاي شكل من الاشكال اضطرت تاخد شكل، يعني ايه الميه اضطرت تاخد شكل؟ يعني انت جيت في المنطقه دي الميه ماشيه اهي في الخط الازرق ده، وحصلت حاجه خلت الميه ترتفع. هنشوف ايه اللي يعني ايه المقصود بيها حصل حاجه دي. يعني الميه مضطره ترتفع في المنطقه الاعلى، فبنسميها فبترتفع بريزن كيرف كده اسمه ام واحد بالمنظر ده، ما بترتفعش كده، بترتفع كده، ده ام واحد. ام راجعه للام المايلد، والواحد ان الزون اللي بتبقى فوق الووتر سيرفيس دي بنسميها واحد، الزون من البيد واول عمق بنسميها ثلاثة، الزون المحصوره بين العمقين الواي كريتيكال والواي نوت بنسميها اتنين. فنتيجه ان احنا في المايلد فبنلاقي اننا طلعت بام واحد. لو هيحصل ان الميه جايه هنا وهتنزل، الميه هي ماشيه هي اساسا ومضطريه تنزل، فنزلت بكيرف اسمه ام اتنين. لو الميه جت في ام في المنطقه دي وعايزه تطلع، تطلع بام 3. ايه اللي يجيب الميه هنا اساسا؟ هنعرف دلوقتي، بس لازم تبقى عارف اللي هي الرسومات بتبقى اخده الشكل ده، ام 1 ام 2 ام 3، 1 دي فين، 2 دي فين، 2 3 فين، والام راجع للمايل. تعالى كده نشوف الشكل اللي مكملش. انا عندي مايل سلوب اهو، انسى خالص المايل، يعني انت تعالى اقف هنا كده مطرح اللاين ده كده على الشمال، في الشمال انت جاي يونيفورم فلو في المنطقه دي، ادي المايل سلوب اهو مكمل معاك، ده الواي كريتيكال وده الواي نوت، الميه ماشيه مفيش اي مشاكل. جيت انت حطيت بوابه، نتيجه انك حطيت بوابه وميه جايه بارتفاع عالي كميه كبيره، هتبدا تحصل ايه؟ هيبدا يحصل رايزنج كيرف كده، هيبدا يحصل ان الميه عايزه ترتفع. شوف الميه عايزه ترتفع نتيجه وجود مين؟ البوابه، عايزه ترتفع، يعني شكل الميه هيتغير هنا، فبطلع ارتفاع بمين؟ بام واحد اهو، قمت جاي قمت عامل ام واحد، جميل قوي. طيب انت في ميل مايل، الميه اضطرت ان هي تخرج من الاوبننج دي، من الفتحه دي، وشوف الواي كريتيكال فين، الواي كريتيكال هو الخط المنقط ده. طيب الميه عايزه تخرج من تحت وترجع لاصلها تاني اللي كانت ماشيه فيه، ما هو انا ميه ماشيه، انا بس حطيت منشا، حطيت عائق، فالميه هتعديه وترجع تاني تكمل زي ما كانت، تمام. فبالتالي انت عندك هنا الميه هتخرج من الحته دي، تمام. فشوف هتخرج فين، هتخرج من الزون دي اللي هي 3، فهتلاقي نفسك الميه هتعمل ايه؟ طبعا تطلع بجامب، سواء الجامب كده، تمام، وترجع تاني لاصلها. يبقى ده الواي نوت اهو، ده كده الواي نوت، فهتطلع بواي 3. هنا مفيش اسم الحاجه، هنا ده مفيش اسم، هنا ده شكل الميه بيرتفع كل حاجه بس ملوش اسم، هنا عندي فولنج بس من ام 2. فدايما بقى بنقول هنا ايه؟ دايما بنقول في الميل المايلد، انت لو ماشي في ميل مايلد، لو ميه ماشيه في ميل مسطح قبل منشا، لازم بعد منشا ده يحصل جامب بام 3، ولازم قبل منشا يحصل ارتفاع بام 1. فدايما هتلاقي ام 1 وام 3 دول دايما بيحصلوا عند المنشآت في الميل المايلد. يبقى الام 1 والام 3 دول، او يجي يقول لك ان الهيدروليك جامب بتحصل بام 3 ولا بام 2 ولا باس 3 ولا في الميل المايلد. طبعا كلمه ميل مايلد يبقى انت في ام مايلد، الهيدروليك جامب بتحصل بعد المنشآت، فبتحصل في الميل المايلد اهو بميل ايه اسمه، بكيرف اسمه ام 3، تمام.
طيب ده شكل الهيدروليك جامب على فكره في الحقيقه او في المعمل. دي صوره دي من الفيلد فعلا, من اوبي تشانل فلو فعلا في ايه في المعمل. بيوضح لك اهو ان انت كان عندك هنا سوبر كريتيكال, الميه نتيجه البوابه بدات تعلى 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 بشكل جامب, توصل لمين؟ لساب كريتيكال. طبعا ده منطقه اللي فيها الدوامات, ده ساعات بيجي يضيفوا هنا كميه من السماد والمبيدات والكلام ده كله. الميه كده كده بتقلب السماد ده, فبيبقى هو حط الايه الحاجه بتاعته في الايه في الميه, خلاص الميه بتدخل على الترع او الكلام ده او الايه او المجاري المائيه, وخلاص هو كده حط الايه السمات بتاعه قلبه, لان دي المنطقه اللي بيحصل فيها تقليب للايه للميه, وفي نفس الوقت المنطقه دي بتبقى فيها ايه ديسيبيتنج انرجي, بيبقى المنطقه دي فيها فقد جامد في ايه في الطاقه. تمام. طيب تعالى ندخل على الستيب سلوب. في الستيب سلوب انت عندك الواي نوت اقل من الواي كريتيكال, الاس نوت اكبر من السيجما, ادي الواي نوت اقل من واي كريتيكال, انت في ستيب سلوب. خلاص ركز, انت في ستيب سلوب, يبقى الاس نوت اكبر من السيجما, وبالتالي دي مين؟ دي الاس نوت عندي. تمام. ومفروض ان انا عندي هنا ده الايه الواي نوت بتبقى اعلى, الوصول الواي نوت بتبقى اقل من واي كريتيكال. فنفس الكلام لو الميه, شوف ان الميه رغم ان الميه ماشيه هنا, الميه في الستيب ماشيه تحت هنا اقل من واي كريتيكال, ايه اللي هيطلعها فوق؟ هنعرف لو هي تحت وعايزه تطلع كده بتطلع باس 3, طبعا اس راجع للسيب. لو هنا في فولين كيرف كده باس 2, وهنا في رايزنج كيرف باس 1. فتعال نشوف المثال الشهير بتاعنا. انا جاي في ميل السيب, ده ميل السيب, فالواي كريتيكال اهي اللي هو الخط المنقط ده, والميه ماشيه تحت بواي نوت اهي, وانت ماشي ماشي ماشي, تخيل ميه جايه مندفعه بعمق اسمه واي نوت, وقابلت قدامها هضار, قابلت قدامها بوابه, قابلت قدامها منشا, بيحصل ايه؟ بيحصل تسيربنس عالي في المنطقه دي, بيحصل جامب في المنطقه دي. عشان كده بنيجي نقول ان بيحصل هيدروليك جامب في الميل الستيب قبل المنشات, يبقى الجامب بتحصل قبل المنشات في الميل الستيب, بعد المنشات في الميل المايل. وبتحصل بقى الجامب مين؟ باس 1, بيحصل الكيرف بتاع اس 1 ده كده, ده الكيرف بتاع اس 1. خلي بالك الميه هنا بترتفع او كل حاجه, بس لا هنا مفيش ارتفاع, هنا في ارتفاع باس 3, الميه ما بترتفعش كده. الميه بترتفع كده امتى؟ هنا هوت الميه اهي هتخرج من هنا وهترجع لاصلها, فالخروج ده بيحصل بارتفاع عادي جدا مفيش مشاكل, بس بياخد منها ايه اس 3. هنا مفيش جنب ولا حاجه لان الميه هنا اساسا تحت الواي كريتيكال. خلي بالك انا تحت الواي كريتيكال, هنا الواي نوت تحت الواي كريتيكال, فانت بسوبر كريتيكال, والميه طلعت فوق الكريتيكال ديس فحفظت جنب. هنا مفيش جنب, ليه؟ لان الميه اساسا تحت الواي كريتيكال, الميه خارجه من تحت الواي كريتيكال وبرضه هتكمل تحت الواي كريتيكال, فبتطلع بالايه بالكيرف اللي اسمه اس 3 ده. فانت غالبا بتلاقي نفسك عرفت ان في الميل المايل, في الميل المايل في ام 1 وام 3, وفي الميل اللي السيب بتلاقي نفسك عرفت ان في اس 1 واس 3. طيب تعالى ناخد اكزامبل. اكزامبل اهوت لو انت بتتكلم في ميل مايل وقبلك هضار. في الميل مايل وقبلك هضار طبعا شوف اول حاجه عملتها ايه. اول حاجه عملتها انك حطيت الواي كريتيكال, سوري قبلك سد, سد او هضار, يعني هي الفرق عن السد عن هضار ان السد الميه ما بتعديهوش, الهضار الميه بتعدي من ايه من فوقيه بيحجز الميه السد. فانت عندك سد فادي الواي كريتيكال وده ميل مايل, انت بنيت السد دوت, فعايز تتوقع ايه اللي هيحصل. فبيجي ان الواي نوت جايه لك اهي, ادي الواي نوت جايه لك اللي هو الخط الازرق ده, ونتيجه وجود السد ده هيحصل ايه هنا؟ هيحصل, هل هيحصل جامب؟ لا, الجامب بتحصل بعد المنشات في الميل المايل, لكن هنا مفيش هيحصل حاجه. هيحصل مين؟ هيحصل ام 1 اهو, شوف ايه اللي حصل, يحصل ام 1 تاني, هيحصل ام 1, هيحصل ام 1, الميه جايه ترتفع كده. الفرق ده عشان لما تيجي تسال فيه الفرق ده اسمه افلكس, اللي هو مقدار الزياده, المقدار الارتفاع في النورمال ديبس, مقدار الارتفاع في الووتر ديبس عن النورمال ديبس. تمام. ده بنسميه الافلكس اللي هو الحته دي, دي كده اهو بنسميها الافلكس. اللينس ده كده المنطقه دي بنسميها باك ووتر كيرف, ده ليه محاضره للمحاضره الجايه اللي هو الاستيميشنز اوف لينث اوف باك ووتر كيرف, اللي هو المدى اللي هيحصل فيه الارتفاع بتاع ام 1 ده هيحصل في طول قد ايه, كيلو 2 500 متر اعلى اقل ايا كان, ده كله بيعتمد على مين, على درجه الميل وعلى الكيو وعلى الكلام ده كله. فانا عندي اهوت خلاص, انا عندي ده مين, عندي ده الام 1. طب نيجي للشكل اللي على الشمال ده, انا عندي ميل مايد وحطيتها الدار. في الميل المايد ما تنساش انا حطيت الواي كريتيكال اول حاجه, والميه جايه لي عادي جدا, تمام, جايه من فوق هنا, طبعا الهضار ده ممكن يبقى عالي سنه, تمام, ايا كان الميه جايه لي كده, فهيحصل ايه على الهضار؟ هيحصل ام 2 لان الميه جايه عايزه تنزل, عايزه تنزل بالمنظر ده, هيحصل فولينج. فالفولينج بيحصل بايه؟ بالشكل بتاع ام 2 ده. وبعد كده الميه اما تنزل تحت مين؟ اوبا ده نزل تحت الواي كريتيكال, اصبح الشريان في المنطقه دي
سوبر كريتيكال وعايز يرجع لاصله اللي هو سب كريتيكال، فانتقال من سوبر كريتيكال لسب كريتيكال ما بيحصلش الا بهيدروليك جامب، وبرده هيدروليك جامب بتحصل بعد المشاهد في مين، في الميل المايل. احيانا لما بنبقى رسمين هدار في الميل مايل وادي الواي كريتيكال اهي وانت ماشي فوق، احيانا بيحصل ام واحد كده اهو وتقوم نازله ام اتنين وتحصل الجامب وتكمل، يبقى ده ام واحد. بس هو في الغالب لازم يحصل مين، سوري، لازم يحصل ام اتنين، والجامب في الميل المايل ما بتحصلش الا بام تلاتة، الجامب في الميل للسيب ما بتحصلش الا باس واحد، تمام؟ فالجامب لو في المايل دايما معاها ام تلاتة، دايما الجامب في الستيب دايما معاها اس واحد. تعالى كده نشوف مثال تاني، انت بفكرك اهو ده الستيب وده المايل، دول الاستيميشن اللي احنا او دول الكيرفات اللي احنا بنشتغل عليها في الميل المايل. او سوري قبل اي حاجه بنرسم الواي كريتيكال، خلي بالك ان الواي كريتيكال بيساوي ايه، جزء تكعيبي للكيو سكوير على جي، اللي الواي كريتيكال ثابته للمجرى المائي كله، ملهاش علاقه خالص بان الميل بقى مايل او الميل بقى ستيب او الميل رجع مايل. لما كنت انا ماشي في ميل مايل وبقى الميل مايلدر، كلمه مايلدر يعني الميل اصبح مسطح اكتر، يعني شوف انت، شوف انت الرسمه كده، الميل مايل ده جاي ميل خفيف، الميل سطح اكتر يعني زاويته بقت اقل، تمام؟ يكاد يكون يوصل ايه للافقي، تمام؟ بعد كده دخل في ميل ستيب، انا عندي منطقه كده هي ماشيه كده، الميل مايل، الميل مايلدر، الميل ستيبر، ستيب قصدي، لو بقى ستيبر يعني الميل بقى حد اكتر، هتلاقي الميل زاد اكتر. فالميل هنا انا في الميل مايل وليكن ماشي فوق اهو بالمنظر ده، شوف اول تاني خطوه عملت ايه، حطيت الواي نوت، يبقى اول خطوه بحط الواي كريتيكال، تاني خطوه بحط الواي نوت. طبعا هنا انا سميت دي واي نوت واحد لان دي المنطقه الاولانيه، واي نوت اتنين دي المنطقه الثانيه، وتلاقي ان واي نوت اتنين اعلى من واي نوت واحد. ليه؟ كل ما الميل بيبقى مايلدر اكتر كل ما الواي ديبس بيعلى اكتر، كل ما الووتر ديبس بيعلى اكتر، تمام؟ طيب في الميل السيب، لا ده في الميل السيب الواي بتقل، الواي بتنزل تحت الواي كريتيكال. جميل قوي، انا واحد ماشي في ميل مايلد هروح لميل مايلدر، هيحصل ايه هنا؟ الميه هنا اضطرت يحصل لها ايه؟ ما الميه عايزه تطلع، عايزه توصل للعمق الطبيعي في المنطقه دي اللي هو من مانينج او من تشيزي، ده العمق الطبيعي نتيجه التصرف اللي ماشي. الميل لما اتبسط او الميل لما اتسطح الميه عليت، ده تلقائي خالص. طب العلو ده هيحصل له ازاي؟ هل هيحصل جامب هنا؟ انا ما اتنقلتش من سوبر كريتيكال لسب كريتيكال، انا انتقلت من حاله سب كريتيكال لحاله سب كريتيكال، فما حصلش تغير في الحاله نفسها، انا كل حكايه ان الوتر دبس علا، فبالتالي هيحصل هنا ام واحد. طيب انت وانت جاي من مايلد رايح للستيب، لا ثانيه واحده، من مايلد رايح للستيب هيحصل ايه؟ اول حاجه شوف منطقي، الميه جايه من فوق رايحه تحت، الميه جايه من فوق رايحه نازله لتحت كده، هيحصل ان الميه تحصل بام 2 بالمنظر ده في منطقه المايلد، الام في منطقه المايلد، وهيحصل اس 2 في منطقه مين؟ في منطقه الستيب، فبتحصل ام 2 ومين واس 2 بالمنظر ده. يبقى ده الرسمه بتاعه مايلد مايلدر ستيب، يبقى هي دي الرسمه بتاعتنا. طيب لو حصل العكس، انت جاي في ستيب رايح لمايلد، جاي من سوبر كريتيكال رايح لسب كريتيكال، يبقى هنا لازم يحصل جامب. طب الجامب بيحصل فين؟ قبل اي حاجه هي الواي نوت فين؟ الواي نوت اهي، الواي نوت في الكريتيكال في الستيب اقل، الواي نوت في المايلد اعلى. طيب لو لو الجامب دي، طبعا الميه جايه بالازرق ده عايزه تطلع للازرق اللي فوق ده، يا اما تحصل في منطقه السيب وتبقى اسمها اس واحد، طبعا اتش جي اللي هي اختصار هيدروليك جامب، لا اما تحصل باس واحد يا اما تحصل بمين؟ بام 3، زي ما قلنا من شويه الماي الهيدروليك جامب يا اس 1 يا اس 3، اس 1 لو في الستيب، ام 3 لو في المايت، يبقى دي ثالث حاله بتحصل لمين؟ للهيدروليك جامب. يبقى حالات حدوث الهيدروليك جامب هي عباره عن ايه؟ حاله الانتقال من سريان سوبر كريتيكال لسب كريتيكال، من ميل ستيب لميل مايت لازم يحصل هيدروليك جامب، بعد المنشآت في الميل المايلد قبل المنشآت في الميل الستيب. طيب لو حصلت في الستيب بتحصل بإس واحد، لو حصلت في المايلد بتحصل بمين؟ بإم تلاتة. طيب امتى دي تحصل امتى دي تحصل؟ دي كانت بصراحة بتيجي مسألة بقى، ببدأ نفرض الواي هنا واحد، دي عندي الواي واحد بتاعت الجامب هي الواي نوت، وكنت بروح نحسب الواي اتنين بتاعت الجامب الاستيميشنز بتاعت الواي واحد واي اتنين اللي هي كونجكتد ديبس المحاضرة اللي فاتت، طلعت الواي اتنين. لو الواي اتنين دي طلعت اقل من واي نوت 2 دي، يبقى هيحصل اس 1 بالمنظر ده كده، لا ما طلعتش، طلعت اعلى، اكيد الميه مش هتنزل كده اهو، يبقى تعالى يبقى هنا ساعتها هفرض ان الواي 2 دي بتاعت الجامب هي الواي نوت 2، واروح احسب الواي 1 هلاقي ان الواي 1 كانت اعلى من الواي نوت 1، الواي 1 اللي جايه من الجامب هنا اعلى من الواي نوت 1، يبقى فعلا حصل مين؟ ام 3. طبعا انت ما عندكش خلاص المسائل، بس لازم تبقى عارف الكلام ده كله.
دي الحالة. خلي بالك الرسمة دي هي الرسمة دي، بس انت حر ترسم الجامب بالطريقة دي، ترسم الجامب بالطريقة دي، مش فرق يعني. احنا ايه المهم انك تبقى عارف ان في جامب في بيحصل ما بين الانتقال ما بين السيب لمايل. احيانا بتبقى عندك بحيرة او زي مثلا ايه منطقة فيها خزان او بحيرة ودخل على ميل مايل، دخل على ميل السيب، تمام؟ فهي دخل على ميل السيب بيحصل الايه الكيرف اللي انت شايفه ده، والكيرف ده لو انت فاكر كان اسمه ايه، كان اسمه الاس 2، ودي الميل المايل للميل السيب ده كان ام 2 اس 2، طبعا في الاس 2 اللي هو الفولنج ده، وده الام 2 هنا اهوت. دي كانت صور بس يعني ايه بنوريها لكم. طب خطوات حل المثال كانت ايه عشان تبقى عارفها؟ طبعا اول حاجه لما تيجي الواي كريتيكال، المثال دي كانت بتيجي دايما على واي سيكشن او على ريكتانجلر سيكشن، تمام؟ فكنا بنجيب الواي كريتيكال لان الواي كريتيكال قلنا ما بتختلفش بالسيب، وبعد كده ببدا اشوف السلوب بتاع كل منطقه. كان يا اما هو بيديني سلوب، يا اما انت يعني كان هو يا اما يقول لك انت كنت ماشي في من مايل بعد كده رحت للسيب بعد كده رحت للمايل دي تاني، كان يذكرها لك، او كان يديك الرقم، يديك الاس نود مثلا بيساوي 0.003 0.004 ويسيبك انت تحل، تمام؟ فانت كنت بتدخل في معادله مانينج او معادله تشيزي، تمام؟ وكنت عن طريق الاس نود، تمام، او عن طريق الكيو كنت بتبدا تحسب الواي نود. يبقى انت ببدا احسب الواي نود، جبت الواي نود واروح اقارنها بمين؟ بالواي كريتيكال. لو الواي نوت اعلى من الواي كريتيكال يبقى انت كنت في ميل مايلد، لو الواي نوت اقل من الواي كريتيكال يبقى انت في ميل السيب. يبقى انت لكل زون الواي كريتيكال ثابته، لكن لكل زون في واي نوت طبقا لمين؟ لان في سلوب، تدخل بالسلوب تطلع واي، تدخل بالسلوب تطلع واي، تدخل بالسلوب تطلع واي، فكل واي تقارنها بالواي كريتيكال. يبقى انت عرفت انت في انهي منطقه بالظبط. اول حاجه بتسكتش على طول مين؟ السلوب، بعد كده الواي كريتيكال، بعد كده الوايات، تمام؟ يعني عندك حاجه زي كده بيقول لك ان الووتر فلو اندرنيس ا سلايس جيت تو ا شانل اوف مايلد سلوب. يبقى انت كنت خارج من تحت بوابه في مايلد سلوب كده اهو، ادي مايلد سلوب تو ا سيرتن بوينت ويتش ات تشينج تو ستيب سلوب. انت كنت ماشي لحد منطقه بعد كده الميل اصبح السيب، بعد كده ان ذا ستيب سلوب في بوابه برضو، قال لك في المنطقه بتاعت السيب سلوب في بوابه، يبقى هنا في بوابه وهنا في بوابه، وبعد كده قال لك ان الميه ماشيه، وبعد كده في نهايه السيب سلوب السلوب رجع تاني اتغير لمين؟ لميل مايل، رجع تاني ميل مايل، بعد كده قال لك في اند التشانل ديت في النهايه خالص يوجد فول، في هنا ايه زي مضيق او زي ايا كان بقى خزان او ايه، في فولينج يعني في حاجه ايه بتصب فيها. قال لك سكتش ووتر سيرفيس بروفايل. المسائل دي تعرفها لان المسائل دي هتختبر فيها مش شرط ام سي كيو، ممكن تختبر فيها ايه كدروينج، تمام؟ ف انا كنت ماشي في سمايل، رحت للسيب، رحت المايل، تمام؟ طبعا دول برشمتين صغيرين بفكرك بيهم. هو قال لك ان طبعا ايه، طبعا اول حاجه بحطها مين؟ الواي كريتيكال. تاني حاجه بحطها مين؟ الواي نوت. حطيت الواي نوت اهو، طبعا الواي نوت في المايلد اعلى، الواي نوت في السيب قال الواي نوت في المايلد اعلى، جميل. قال لك لا ده انا عندي بوابه في مين؟ في الميل المايلد، وعندي بوابه في مين؟ في الميل الستيب، جميل. حطيت البوابتين، شوف انت بترسم خطوه بخطوه ازاي. بعد كده ابدا ارسم بقى السكتش بتاعك. طبعا بوابه في ميل مايلد هيحصل بعدها مين؟ جامب بام 3 وقبلها ام 1 اهو بالمنظر ده. طيب جيت اتنقلت من مايلد للسيب هينزل بام 2 واس 2 اهو بالمنظر ده، وانت ماشي في السيب قابلت بوابه، هيحصل ايه قبل البوابه؟ جامب باس 1 اهو، وبعد بوابه اس 3 اهو، وانت جاي من ميل السيب رايح لميل المايلد هيحصل مين؟ جامب، يا اما هتحصل في السيب يا اما هتحصل في المايلد بالمنظر اللي انت شايفه ده، اس 1 ام 3. طيب جيت انت في ميل مايلد رايح لفول، رايح لفول يعني رايح لمستوى واطي، رايح لبحيره مثلا هتصب فيها، فانت بيحصل بمين؟ بام 2. يبقى ده الووتر سيرفيس بروفايل، سكتش ووتر سيرفيس بروفايل هو اللي انت شايفه قدامك اترسم ده، تمام؟ انا كده اعتبر خلصت المحاضره. الجزء اللي جاي ده بس يعتبر مراجعه سريعه كده، بفكرك بالام وبفكرك بحالات الستيب، بفكرك بحالات المايل، بفكرك بيحصل ام 2 امتى، بام 3 امتى، ام 1 امتى، وبقول لك والله دي المساله اهو اللي بتاعت المايلد مايلدر ستيب كنت بعيدها عليك تاني، وبفكرك لما ستيب رايح لمايلد بيحصل يا اما جامب هنا يا اما جامب هنا، تمام؟ بعد كده دخلنا على خطوات حتى مسائل، وبعد كده دي المساله كانت موجوده في الشيت بس المره دي كانت بارقام، اداك اس نوت 0.1، اداك اس نوت 0.4 من 10000، بعد كده اداك ايه 3 من ايه من 1000، تمام؟ وداك الكيو سمول. طبعا الكيو سمول لو انت خدت بالك منها، انا ليه قلت كيو سمول؟ لان وحدتها ايه متر مكعب على الثانيه على المتر، اللي هي اليونت ديسشارج. وداك المانينج، يبقى انا هشتغل بمين؟ هشتغل بمانينج، هدخل في معادله مانينج. ما تنساش ان معادله مانينج خلي بالك اهي، الواي كريتيكال الاول اللي هو جذر التكعيبي الكيو سكوير على الجي كان 0.86، لما دخلت بمانينج
قد يكون في خطأ في الحسابات هنا، فانت ايه اللي يهمك تبقى عارف خطوات حل المسألة، وبرضو ممكن تشيك على الارقام دي. دخلت انا عندي هنا بالواي نوت في المثال دوت، الواي نوت اهو الكيو سمول بيساوي نوت على الان، واي نوت اسرتين اس نوت اللي هو اس نص. فدخلت بالواي نوت ودخلت بالمانين كوفيشن ودخلت بالكيو، طلعت الواي نوت، طلعت الواي نوت 0.55. 0.55 اقل من مين؟ اقل من 0.86. يبقى انت اول ميل كان ميل مين؟ كان ميل ستيب. طيب خلصنا من ده، روح حط ده. لما حطيت دوت طلعت ان الواي نوت بكام؟ 1.46 اعلى من واي كريتيكال، يبقى انت في ميل مايل. بعد كده دخلت على الرقم ده، دخلت الرقم ده طلعت الواي نوت بكذا، قال دخلت في ستيب تاني. يبقى انت في المثال ده لو الارقام دي صح كنت في ستيب مايلد ستيب، يبقى دي حاله تانية خالص بقى، ستيب مايلد ستيب. تمام. هو كان قال لك في المثال، عذرا كان قال لك في المثال بعد كده ان في الاخر ايه، قال لك at the end of the channel، at the end of the channel there is a lake. تمام. to drain the water، في بحيره او في مصرف ايه في النهايه خالص. فانت رسمت الليله دي، رسمت الواي كريتيكال، رسمت الواي نوت بتاعه كل منطقه. تمام. جيت انت في الستيب كان في بوابه، قلنا في الستيب في جامب قبلها اس 1 اس 3، من الستيب لمايل كان في جامب هنا او جامب هنا. تمام. وبعد كده انت رايح لمين؟ رايح طبعا المساله دي كانت بحسابات، فانت كانت معاك الواي نوت اهي والواي نوت اهي، فكنت هتقدر تعرف، اكيد مش تحصل هنا وهنا، هتقدر تعرف الاكوريت بوزيشن للمين للجامب، هل هتحصل في اس 1 ولا هل هتحصل في ام 3. تمام. طيب اتمنى ان انتوا تحلوها يعني، ولو حد حلها وعارف الاكوريت بوزيشن فين يبقى يبعتها يعني. تمام. فانت عندك هنا دي الواي نوت اهيت، وين الواي نوت؟ هيحصل مين؟ هيحصل ام 2 واس 2. انت داخل على بحيره، في حالتين بقى، هيحصل اس 2 لو الميه قل، هيحصل جامب باس 1 لو الميه اعلى. طبعا الكلام ده ما بتعرفوش الا ما بيكون عندك مين، الا ما بيكون عندك المفروض المنسوب بتاع الميه في البحيره. احنا ان شاء الله رب العالمين بنكتفي برضو بالقدر دوت، وبنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله رب العالمين، والسلام.